اول حاجه هنعملها الريش الضاني المشويه على النار من فوق. معايا كيلو لحمه ضاني ريش، معايا البهارات بتاعتها اللي هنستخدمها: معلقه كركم، معلقه كرفس، معلقه بابريكا، معلقه بهار مشكل. وطبعا الماده الدهنيه اللي هنشوح بيها النار هناخدها على طول ونشتغل. معايا معلقه زبده، نحطها على النار. قبل ما تسيح هنكون تبلنا بقيه البهارات، بقيه المواد. اول حاجه معايا معلقتين صويا صوص، عليهم معلقتين زيت، كمان عليهم معلقتين مستردة، وعليهم معلقتين بابريكا، وعليهم معلقتين دبس الرمان. لو ما فيش دبس الرمان ممكن تستخدمي دبس التمر. بعدين هنبتدي بقى نحط البهارات المشكلة. عندنا معلقتين برضو معلقة كركم، معلقة كرفس، البابريكا، ممكن تحطي معلقتين او ثلاثة، دي واحد ادي اتنين. كل ده بنتبله ونتبل فيه الريش اللي هنحطها على النار. الملح بقى قليل جدا لان الصويا صوص ملحة والدبس بيعادل الملح اللي في الصويا. هنبتدي بقى نحط هنا ونقلب. المفروض بقى انها تتبل كده تقعد مثلا ساعة ساعتين قبل ما تشويها. هناخد بقى اللي تبلناها كده نحط هنا كده. كمل نفس الحكاية. كل ما الكمية تكون كبيرة كل ما تزودي، ما تتحدديش بمقادير معينة. يعني ونشتغل. اللحمة الضاني ما بتستويش بسرعة، هنضطر بعد ما تاخد اللون هنزودها مية سخنة. كده كل الكمية اتبلت. وفعلا كل حاجة لما تتبل بتقعد في التتبيلة بتديكي نتيجة احسن من كده. ونشوي على النار. بقيت الكمية وعبال ما تتشوي هنحضر لها الرز اللي هنستخدمه. مقادير الرز: كيلو رز بسمتي، معاه مادة دهنية زيت أو زبدة، معاه ملح، معاه مية. نجيب الحلة
اول حاجه بنحط معلقتين زيت لاي رز، يا اما زبده يا اما زيت، وفي ناس بتحط الاثنين، يا زيت يا زبده. شوف النار بس الاول، نبتدي نقلب اللحمه. اول ما ابتدي تتغير في اللون كده، طبعا كده هي ما استوتش، هي خدت لون بس، فعشان كده انا احط لها ميه سخنه، بس لازم تتحمر من على الوشين. اهلا بيكم، دلوقتي احنا شوحنا اللحمه لحد ما خدت اللون، هنحط لها الميه علشان خاطر تدينا اللون اللي احنا طالبينه. طبعا في اثناء الفاصل انا حطيت الرز في الحله وشوحته، هنحط دلوقتي الملح. اي رز بيتعمل بيبقى سهل جدا، عباره عن رز عليه قد الميه قد الرز، يبقى قد شويه ملح، هنحط كمان الميه، ده رز بسماتي ابيض. الرز دوت الابيض بتستوي الحبايه بتستوي غير الصفرة، الصفرة بتاخد وقت. الو، معنا اتصال. طبعا الميه بتبقى قد الرز في اي رز احنا بنعمله، ودلوقتي الرز الحبايه البيضه بتحتاج رزها بيبقى قليل شويه عشان تتفلفل معانا، لكن الحبايه الصفراء بتاخد ميه كتير وبتاخد سوا كتير، فعشان كده لازم ننقعه قبل ما نطبخه بساعه او ساعه ونص على الاقل، لان الحبايه تخينه جدا اللي هي البسماتي اللي هو مش البلدي، البلدي اللي هو الابيض.